السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم في الفيديو ده عن معدل التنفس في بذور أو حبوب النباتات المختلف. اللي بيحصل إيه؟ معدل التنفس اللي هو الـ RQ، معامل التنفس، بيساوي إيه؟ حجم جزيئات ثاني أكسيد الكربون اللي هتخرج، على بنقسمها على حجم او عدد جزيئات الاكسجين اللي استهلكت عشان تاكسد هذه الماده. هو التنفس ده عباره عن ايه؟ عن حرق، اكسده، تكسير لمواد عضويه اللي هي بتشمل مين؟ الكربوهيدرات والفاتس والبروتين الى اخره، بتكسرها. مواد عضويه يعني فيها كربون وهيدروجين كتير واكسجين طبعا. خلاص؟ لكن بتختلف بقى من ماده الى اخرى. يعني لو جينا بصينا هنا هنلاقي معامل التنفس ده هي المعادله دي. خلاص؟ إذا كانت في حالة الكربوهيدرات فإحنا زي ما إحنا شايفين كده 6 ذرات كربون، وهنا في أكسجين كفاية للحرق بتاعه 6 جزيئات برضه، سم 6 على 6 يبقى بيديني 1، يعني الأكسجين اللي هيستهلك قد ثاني أكسيد الكربون اللي هيطلع. جميل. طيب في حالة الدهون هنلاقي لأ، هنبص هنا في كام؟ بص هنا نقسم كده 102 ذرة كربون، لكن استهلكنا 145 أكسجين، فتبقى النسبة أقل من 1. طب في البروتين برضو اقل من 1 لنفس السبب. خلاص؟ طبعا ده بيعتمد حسب الحمض الامين، هنا الالينين، هنا اللي فوق ده تراي بالميتين، ده في الدهون. طب لو كانت اورجانيك اسيدز، احماض عضويه زي الماليك اسيد مثلا، هنلاقي النسبه لا اكتر من 1، اكتر من 1. طبعا ده الانيروبيك ريزوليشن مالناش دعوه بيه. يبقى دي كلها امثله للار كيو. طب التجربه احنا بنعملها ازاي؟ بصوا يا جماعه الخير، التجربة بكل بساطة أنا عندي التصميم ده، أنا حاطط هنا بذور أو حبوب نباتات، خلاص؟ وحاطط وطبعا الكمية اللي هنا دي موجود فيها هواء، الهواء ده ماشي في الأنبوبة دي واصل لغاية هنا، بس لغاية هنا بس، ليه؟ عشان ده كله مية، إحنا حاطينها بس بلون عشان نميزها. ده التدريج ده اللي هو اللي هنا، أنا مكبر التدريج اللي مش أنا طبعا، الفيديو يعني مكبر التدريج اللي هنا المعمل الافتراضي عشان إحنا بادئين عندي 2. جميل. امال ايه التست تيوب الصغيره دي؟ دي محطوط فيها بوتاسيوم هيدروكسيد، يعني ماده تمتص ثاني اكسيد الكربون. ليه؟ لان بذور او الحبوب اللي هنا هتستهلك الاكسجين اللي هنا بما فيه اللي في الانبوبه دي، فهيسحب كل الاكسجين ده، فهيرفع معاه عبون الميه، هيرتفع لفوق. طيب وثاني اكسيد الكربون هيخرج، هيرجع يزقها مره ثانيه. طب احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ثاني اكسيد الكربون نتخلص منه عشان يبقى نشوف الارتفاع، يعني كميه ثاني ايه الاكسجين اللي اتسحبت. يبقى بنحط هنا المادة دي عشان أي ثاني أكسيد كربون هيخرج من هنا هيمتص بالمادة دي ويعمل لي رسب أبيض. يبقى إذا الأثر الوحيد اللي هيكون موجود لارتفاع الأكسجين كميته قد إيه فوق تحت إلى آخره، هو مين؟ الأكسجين اللي هيستهلك، الكمية اللي هنستهلكها قد إيه، وتتعامل بقى فيها حسبة معينة، لكن ده مش موضوعنا في التجربة دي. فمثلا أدي القمح بالشكل ده كده، ونشوف المعمل الافتراضي بقى الحقيقي. يلا بينا، يلا بينا أهو. ادي القمح، لو هنقول احنا هنخلي عشان نكتر الرقم شويه هنخليه 30، وهنخلي هنا درجه الحراره المثاليه اللي هي من 20 ل 30 يعني، وهقول له ستارت، وهنشوف ايه اللي هيحصل. بص مستوى الميه اللي هو المفروض هنا، طبعا هو بدأ لي من تحت، لكن مستوى الميه اهو عمال يطلع يطلع يطلع، احنا بادئين عند 2، هنشوف هيقف عند فين؟ لغايه ها 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 84. طيب نطرح بقى، هو بدأ من 2 مش من 0، نطرح الفرق بينهم يديني كام؟ 2 و8، مش كده ولا ايه؟ اهو مظبوط، الاجابه مظبوطه. طيب جميل، لو انا اعمل ريسيت، طيب نفس القمح ده هو هو، خلاص؟ لو انا غيرت عدد البذور اكيد التجربه هتتغير، يعني خليها 10 زي ما هي اهي، بس خلي درجه الحراره 25 زي ما هي، يبقى انا قللت عدد البذور. طب نشوف هيطلعوا كميه اكسجين قد ايه، وهنسيبهم نفس المده الساعتين بتوعنا، نسيبهم برضه بادئين من 2، يبقى خلي بالكم لما كانوا 30 بذره حبه استهلكوا 2.8. طيب احنا هنا برضه بادئين من 2، هنشوف ال 10 دول هيستهلكوا كام؟ وصلوا لغايه 3.5 بس. لسه 3.5، يبقى استهلكوا كام؟ 1.5. مظبوط؟ من 2.4 في فرق. طب هنا بيبقى كل ما اقلل عدد البذور اكيد النسبه هتقل هنا. طب نجرب درجة الحرارة، نجرب درجة الحرارة، احنا هنا شفناها كانت كام؟ هنخلي درجة الحرارة 5، خلاص؟ وهنخليها البذور كده واقول له ستارت، نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا الجو هنا بارد 5 درجات مئوية، يعني الجو بارد جدا، نشوف حتى المعدل قليل. بصوا ده هنا احنا التنفس بتاعنا ايه؟
يكاد يكون يعني ها مفيش، الساعتين قربوا يخلصوا، ده واقف هنا خلاص اهو. يعني بصوا بدأ من 2 يا دوب 4 من 10 بس، يعني لا اكسد حاجه ولا عمل حاجه، 4 من 10 بس كده. ليه؟ درجه الحراره مش مناسبه لعمل التنفس. يبقى احنا شفنا عدد البذور وشفنا ايه درجه الحراره. نفس الكلام بقى ممكن بتطبقه على اي نبات اخر. اهو نروح ناخد مثلا اهو الفول مثلا او اي نوع من انواع اللي هو البين، خلاص هنخليهم 30 زي التجربه الاولانيه، هنخليهم 30 وهنخلي الدرجه المثلى من 25 لكذا، تمام كده. ونروح نقول له ستارت وهنسيبه الساعتين نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. طبعا بيبقى كل واحد فينا وهو يعمل التجربه بيبقى مجهز جنب منه جدول لكل نبات. هنا بادئين من 2 نشوف هيوصل عندي فين. وصل عند 4.3 من هنا 2 يبقى اعتقد هنا 2.3 مظبوط؟ مظبوط. وهكذا. يبقى التجربه بتاعتنا كل واحد فينا من حضرتك او حضراتكم هينقي نبات من دول، خلاص يبقى النبات يجرب بقى يغير عدد البذور، يجرب عدد درجات الحراره، ويعمل جداول عشان يعمل علاقه بقى يشوف الدنيا بتحصل فيها ايه. تمام؟ ده معدل التنافس اللي احنا اتكلمنا عليه. الرابط بتاع المعمل الافتراضي هيكون تحت شرح الفيديو ان شاء الله. ان كنت احسنت ووفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا رياء او سمعه او كبر يا رب ان شاء الله، وقيد لنا من يدعو لنا بظهر الغيب. والى ان القاكم على بركه الله ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وامانه، وانتم في اتم صحه وفي احسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.